انطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في منطقة بوزنجا في ضواحي العاصمة الرباط. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد في الجلسة الافتتاحية للمباحثات إن بلاده تسعى إلى خلق فضاء للتشاور بين الأطراف الليبية، وأضاف أن المغرب يدعم جميع المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة. هذا وشهدت الجولة الأولى من المباحثات أجواء وصفت بالإيجابية بين طرفي النزاع الليبي. هنا في أحد منتجعات بوزنيقة السياحية في ضواحي الرباط، أرادت المملكة المغربية إعطاء رسالة رمزية لجولة الحوار الجديدة بين فرقاء الأزمة الليبية. غير بعيد عن قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات الذي شهد قبل 5 سنوات توقيع الاتفاق السياسي التاريخي الليبي، اختارت السلطات المغربية بوزنيقة لبلورة أرضية تفاوض مباشر وجها لوجه بين طرفي النزاع الليبي. ممثلو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونظرائهم من برلمان طبرق وبرعاية مغربية أمام منعرج حاسم لإنهاء فصول نزاع يأبى أن يزدل الستار على آخر حلقاته منذ 9 سنوات. تعثر جولات التفاوض في برلين وقبلها في موسكو شكل وقود ضغط للدبلوماسية المغربية التي دعت الليبيين إلى عدم التردد والخروج من معادلة المنتصر والمنهزم. لا أجندة للمغرب سوى الأجندة الليبية، لا مصلحة للمغرب إلا المصلحة الليبية العليا، لا مقترح للمغرب إلا ما يتوافق عليه الليبيون. المغرب تحدوه فقط الرغبة الصادقة والطموح المتجرد لخدمة ليبيا والوقوف إلى جانب أبنائها ومؤازرتهم. ووسط تكتم تام يعكف طرف الصراع في ليبيا على مناقشة النقاط الخلافية وعلى رأسها آليات تقاسم السلطة في البلاد، تمهيدا لطرح وثيقة تمهد لحل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر على اتفاق الصخيرات. وبعيدا عن التفاهمات السياسية التي تطبخ في كواليس الاجتماع، الوضع على الأرض في سرت والجفرة على رأس أجندة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، فإخلاء المدن المتنازع عليها من السلاح مقدمة لحسم المسائل الخلافية. قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس برلمان طبرق عقيل صالح قبل أسابيع مؤشر إيجابي أنعش وفق مراقبين الآمال في الوصول إلى اتفاق سياسي ليبي على الأراضي المغربية يبعد شبح تقسيم البلاد وينهي مأساة بلد مقطع الأوصال أرهقت شعبه حرب أهلية بين أبنائه بالوكالة. وينضم إلينا من الرباط الدكتور عبد الفتاح فتاحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بك. هناك اتفاق كما يبدو على المناصب السيادية ووقف إطلاق النار، هل يعني هذا أننا أمام اتفاق لإنهاء الأزمة الليبية وفق ما أكد وزير الخارجية المغربي؟ الأكيد أن هناك تفاؤل بإمكانية إيجاد تسوية يعني حول مجموعة من القضايا، سيما بعد تحديد جدول أعمال في 3 نقاط أساسية وهي محط اجتماع اللجان يعني التقنية والفنية وكذلك السياسية. نقطتين الأولى والثانية تتعلق ب يعني المناصب السيادية وكيفية يعني تداولها فيما بين الفرقاء الليبيين، وكذلك الأمر الآخر والثاني يتعلق بالمؤسسات الدولة، وهناك كذلك لجان فنية وتتعلق بالجانب الأمني، وسيما أن الأمر يحتاج إلى بعض يعني الآليات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. لكن لحد الآن لا أعتقد بأن هناك تفاهمات يعني فيما يخص المناصب السيادية قد تم توزيعها أو الحسم فيها بشكل دقيق، سيما أن هذه المرحلة هي مرحلة مشاورات سيتم يعني الوصول إلى بعض المقترحات أو الوصول إلى اتفاق سيسلم فيما بعد للإعلان عنه خلال لقاء مرتقب سيجمع يعني عقيل صالح وكذلك خالد المشري. نعم. من أجل الإعلان. نعم. عن النتائج. يبدو دكتور الأجواء إيجابية. نعم.
قناعة هذا ما يبدو كما ذكرت الأجواء إيجابية وما أكد عليه المجلس الأعلى وأيضا مجلس نواب طبرق عن أملهما في التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار وبرلمان موحد. ولكن هناك تساؤلات حول مدى أن يحظى هذا الحوار بدعم إقليمي ودولي. بالطبع هذا الحوار تحت رعاية أممية ويبدو أن هناك دعما أمريكيا كاملا، ولكن ماذا عن الأطراف الأخرى المعنية بالشأن الليبي، الأطراف الإقليمية والدولية، إيطاليا، روسيا، تركيا؟ طبعا اليوم كان هناك تأكيد أساسي من قبل وزير الخارجية المغربي بأن الأمر يجب أن يكون يعني حوارا ليبيا ليبيا صرفا، وهذه محاولة لا من قبل الأمم المتحدة وكذلك المبادرة المغربية الحاضنة لهذا الاجتماع وتحت لواء الأمم المتحدة، هو أن إمكانية يعني الفصل فيما بين الفرقاء الليبيين لاتخاذ قرار مستقل سيكون هو أحسن خيار وأمثل خيار بعيدا عن المزايدات التي تتعلق بالمصالح الدولية، وإن كان أن هذه المصالح الدولية لها تأثير قوي ولها نفوذ كذلك حتى على الوفود المشاركة خلال هذا الاجتماع، لكن أن الأمم المتحدة حينما إذا ما توصلت بأن الفرقاء الليبيين بإمكانهم إنضاج وثيقة سياسية فإن الأمم المتحدة لابد أن تمارس نوع من الرقابة على مسألة يعني أجرأت هذا الاتفاق ولو باستصدار قرار داخل مجلس الأمن. كانت هناك إشارة قبل يعني انعقاد هذا الاجتماع برسالة أو باتفاق يعني بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وهو كان إشارة من بومبيو إلى تأييد الدور الذي يقوم به المملكة المغربية، وهناك يعني تأييد كذلك للموقف المغربي. إذن بضمانة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبضمانة أن الفرقاء السياسيين الليبيين إذا ما كان بإمكانهم إنضاج سياسة يعني وثيقة سياسية متوافقين عليها، فأعتقد بأنه ستكون هناك إمكانية لإقناع القوى الدولية المتدخلة في الشأن الليبي. نعم. سيما أن هذه الوثيقة ستكون عن صمت اللواء المتقاعد يعني الأطراف. كيف تفسر صمت حفتر تجاه ما يجري، علما أن حفتر رفض عرضا أمريكيا بأن تكون منطقتي الجفرة وسرت منزوعتي السلاح أو منزوعتا السلاح، فبالتالي ما دور حفتر الآن فيما يجري؟ أعتقد بأن اليوم هناك إشكالية أساسية ترتبط بالشأن الداخلي لكل الأطراف، هناك مظاهرات احتجاجية حتى بالنسبة داخل طرابلس، وهناك كذلك إشكاليات كذلك يعني حول مدى وجود إجماع فيما بين حفتر وعقيلة صالح يعني من الممثل لمجلس النواب في طبرق، وهناك كذلك اختلافات حتى داخل الأعضاء كذلك المشكلين لمجلس الدولة، لا سواء في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة سواء في ليبيا ولكن وكذلك مجلس النواب في طبرق. إذن لكن الأمم المتحدة هي اليوم تتحدث عن المؤسسات التي كانت قائمة بناء على اتفاق الصخيرات ولا تريد العودة إلى الوراء، وأعتقد بأن خليفة حفتر يعني موقفه ضعيف، وهذا الصمت فعلا يؤكد بأن هناك تراجع يعني في دفعات السياسية، سيما أنه لم يستطع حسم يعني المعركة لصالحه أيما كان على أبواب طرابلس، وبعد عودته أو ربما فقدانه لمجموعة من المساحات إذا فقد الثقة من قبل عدد كبير من حلفائه، واليوم هناك كذلك تأييد للموقف السياسي، وهذا ما سيشرف عليه عقيلة صالح في مفاوضته اليوم مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية. ننتقل إلى فقرة مواقع التواصل والزميلة بدر، طبعا نبقى في المغرب والحوار الليبي. بدر، كيف يتلقى النشطاء على مواقع التواصل وكتاب الرأي ما يجري في المغرب اليوم؟ البعض كان لديهم أمل بأن تثمر هذه المفاوضات والبعض كان متشائما. سنرى. تفضل. شكرا لك. بعد 5 أعوام على اتفاق الصخيرات السياسي يعود الملف الليبي من جديد إلى المغرب في تتويج لجهود دبلوماسية بذلتها الرباط والأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين أطراف الصراع تمهيدا لاجتماع في جنيف
الأسبوع المقبل. الاجتماع التشاوري يشارك فيه وفدان نيابيان من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب في تبرق دون إعلان الأجندة، وهو أول لقاء يجمع بين الطرفين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا الشهر الماضي. يحدث ذلك توازيا مع استمرار الحشد العسكري لقوات حفتر بالقرب من منطقة الهلال النفطي ومدينة سرت، التي يسعى المجتمع الدولي إلى جعلها منطقة خضراء خالية من السلاح، وتضم الحكومة الوطنية في إطار الحل النهائي. مساعي العودة إلى الحوار أثارت ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي. مثلا يقول الدبلوماسي الليبي جمعة الجماطي: نأمل أن تكون المشاورات بشأن استفتاء على الدستور أو آلية أخرى لانتخابات في أسرع وقت. أما الذهاب إلى مرحلة انتقالية رابعة وتقاسم المناصب فلا يؤسس لبناء دولة. بدوره غرد محمد مطوس قائلا: نواب عقيلة ونواب المشري لن تؤثر في الواقع المعاش ولن تجدي نفعا، ليسوا بفاعلين ولا يمتلكون القوة ولا الشعبية التي قد تعينهم على تنفيذ ما قد يتفقون عليه. أما الصحفية فاطمة مخوخ فترى أن اجتماع اليوم يختلف عن الاجتماعات الماضية، وذلك بسبب حضور الخبراء وتقنيين الذين سيضعون مقاربات ملموسة لإيجاد حل سياسي ليبي ليبي. فيما شكك آخرون بجدية حفتر بشأن الحوار، ولا سيما أنه يستخدم موانئ النفط كورقة ضغط. فمثلا يقول الناشط إبراهيم قصودة: حفتر يقفل الموانئ النفطية ويدمر الحقول والآبار النفطية والمائية لكي يسلم الوطن ومقدراته رهينة إلى الصندوق الدولي، هذه هي الحقيقة. فيما اعتبر خالد بنيران أن المشاركين لا يهمهم من الحوار سوى الحصول على ضمانات للمواصلة في البقاء على رأس هرم السلطة، سيحاولون الخروج بمخرجات تظهر للعيان أنها تصب في مصلحة العامة ولكنها لا تزيد الوضع إلا سوءا. نعود إليك ريما لاستكمال باقي الأخبار. شكرا.